السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا من كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر، تحياتي للمليون مشترك إلا 200، تحياتي ليه كمان 370 ألف مشترك، تحياتي لقناة ياسين 150 ألف مشترك، تحياتي لكل الناس الجميلة دي، يعني لو حسبنا الموضوع كله هنقرب للمليون ونص، طبعا تحياتي لكم جميعا. ما تستغربوش ايه اللي في ايدي، اللي في ايدي دي ده قطن احنا بنستعمله في حالات معينه هنا. هنقول لكم القطن ده احنا بنستعمله في ايه دلوقتي وهتعرفوه، بس قبل ما نقول لكم القطن ده احنا هنستعمله في ايه هتفاجئوا بالمفاجاه. طبعا رساله مني من مزرعتي، كلب بيجي للحد عندي عشان يدربه، تمام؟ رساله من مكاني، رساله من بعد 15 سنه تدريب، تمام؟ و10 سنين شهرة، وبعد احترامي لكل متابعينا على قنواتنا على اليوتيوب ومحبتي ليهم، وشكرا لكل حد بيحبنا بجد من قلبه وبيثق في شغلنا. رسالة للنجم ياسر رمح، انا مدرب كلاب، حضرتك راجل فنان. كلب النجم ياسر رمح دخل مزرعتي هنا، قعد عندي شهرين، اكل شارب نايم شبعان بعد ما كان متدلع بنسبة 1000000%، تمام؟ واتصلت بيه مرتين، قلت له اللعب مع الكلب والدلع بتاعه مبوظه والمفروض ان هو ما يتدربش، بس كمحبه مني ليك انا هحاول مع الكلب وهوصل معاه على قد ما اقدر. انت دفعت كام؟ دفعت في تدريب الكلب كام؟ ولا جنيه. ولا جنيه. شهرين كلب قاعد هنا في المزرعه واجب مني، تمام؟ بعد احترامي ليه، شهرين الكلب قاعد هنا في المزرعه، بنات وشباب، اللي بيحمي واللي بياكل واللي بيشرب واللي بيسيق واللي بينظف، تمام؟ والراجل عشان اسلوبه كويس وراجل محترم معايا، وطبعا هو بعد احترامي ليه في الحلقه ديت انا ما بغلطش فيه، ده نجم العالم ونجم مصر ونجم الدنيا كلها، واحترامي ليه لان كمان من محافظه اسكندريه، يعني راجل اكيد محترم، تمام؟ بس سؤال صغير، انت دفعت كام؟ علشان ان احنا هنبدا على اليوتيوب نخش بقى في تحديات ونتحدوا بعض وكلام من ده، وحضرتك هتتاخد كهدف. لا، الكلب دخل عندي المزرعه قعد شهرين، اتصلت بيه مرتين ثلاثه، قلت له الكلب المفروض ان ما ينفعش يتدرب، بس هعمل معاه اللي اقدر عليه قدام ربنا، تمام؟ اشتغلت مع الكلب على قد ما قدرت، كان الكلب جاي ملوش دخل بشراسه خالص، ولا ليه دعوه بتاعه خالص، ولا بيسمع الكلام خالص، وعندي فيديوهات موثقه بالكلام ده. وهو جاء قال في اول فيديو الكلب بتاعي ميح، وجاء قال في اخر فيديو الكلب بتاعي مش هو ده اللي انا اعرفه. وبعدين احنا هنتكلم على الفيديوهات ليه واحنا الفيديو معانا وموجود. بس تعالوا بقى نروح لموضوع القطن، موضوع القطن ده احنا بنستعمله كفلاحين. بنستعمل القطن ده كفلاحين وناجحين وما بنوقفش، قطر ما حدش بيعرف يقف قدامه. ليه؟ لان في حاله وبيراعي ضميره في اكل عيشه وفي شغله وبيشتغل صح وما بيبصش لحد وما بيخشش على يوتيوب عشان ارباحه وعشان كلام من ده. القطن ده احنا بنحطه هنا وبنحطه هنا، والقطنه الثالثه دي بنحطها لناس معينه. طبعا مش هنرد تاني خلاص على حد، الحلقه دي انا عاملها بس للنجم حبيب قلبي واخويا المحترم اللي سلمته الكلب هنا، ياسر رماح. كلب بدون كلام اشتغل معاه طاعه، وكل ده موثق في الفيديو. كلب شراسه وهجوم صح، كلب راجل في ماسك الدراع، لكن كلبك او كلب اي واحد دربه عندي راح عنده وبوظه، وانا هنديله شهاده ضمان. لا، لما بيجي حد يستلم كلبه من عندي هنا من المزرعه بنقول له اعمل 1 2 3، بيروح هو مشغولياته ومش فاضي وعنده مشاكل وعنده كذا وعنده كذا، بيهمل الكلب ويسيبه. طيب انا هروح له؟ انا ما بروحش لحد عنده كلب، استحاله استحاله، لو ما فيش اكل لو مش هناكل انا ما بروحش، عمري ما رحت لحد عنده كلب عشان ندربه له في مكانه او الكلام ده كله، استحاله. ابو نور معروف تمامه ايه ومعروف هو مين، ومش هنتكلم اكتر من كده، احنا هنروح نشوف الفيديو
عشان الناس تتكلم والناس تحكم، بس بعد كده أمانة عليكم، مفيش داعي ان حد يكتب كومنت على قناتي باسم اي حد، تمام؟ ومفيش داعي ان احنا نضيع وقتنا في حاجات تافهه ونرد على حاجات تافهه وكلام من ده كله. انا امبارح نزلت حلقه اتكلمت فيها عن محافظه البحيره شرفا واحتراما لمحافظه البحيره، ان اي اهانه تيجي لاي مربي كلب في محافظه البحيره انا كفيل نرد عليها، مع ان الناس اللي عندها الكلاب دي اتصلوا عليا النهارده الصبح وبيعتذروا وبيتاسفوا، منهم واحد مكالمته مسجله معايا وقال لي يا كابتن انا غلطان والمفروض ان الراجل يمسح يحذف الفيديو ده. قلت له انت حر، روح مع نفسك انت حر. الكلام ده النهارده الصبح قال لي يا كابتن الراجل ده فعلا جه هني في مكاني ورفع فيديو وانا ما قلتلوش حل الكلب وانا ما قلتلوش الكلام ده كله. قلت له انت حر، انا ما بعاقبكش، انا بتبرأ من اي واحد يجيب قله القيمه للكلب بتاعه. بس احنا ما بيتعلمش علينا، لو في حد في محافظه البحيره اتعلم عليه عشان ناس طيبه وناس غلابه، بس مش كله بيتعلم عليه، احنا ما بيتعلمش علينا، احنا عارفين بنعمل ايه وبنشتغل ازاي. ويكفي ان عندنا ما يثبت من حلقات ومن فيديوهات، يكفي ان في ناس بترد مكاننا في كومنتات. احلى مسا عليكم واحلى تحيه على كل متابعينا، وتحياتي للنجم اخويا وحبيبي المحترم جدا النجم ياسر رماح اللي بيتكلم في حلقه وبيقول انا وديت كلبي مزرعه كلاب بس نسى يقول ان انا ما دفعتش جنيه والراجل عمله لي واجب. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا بقى نشوف الفيديو ونحكم في الاخر. سلم يلا تحت موت يلا سلم Oh, my God.
يلا حاجة فين؟ ها قاتل برافو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا نجم مصر غني عن التعريف، فنان طبعا ياسر رماح، منورنا النهاردة في المزرعة، وعايزين نعرف بقى منه بصراحة من القلب، ايه رأيك؟ لا يا عم اختلف خالص يا عم والله بصراحة. لا 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 انسى انسى يا عم. فاكر يوم ما جبت الكلب؟ طبعا صورنا بالليل. فاكر ايام ما كان عندي كمان، وقلنا قلت عايز نشوف بقى حاجه تانية خالص. لا طبعا طبعا. ايه رايك في الكلب؟ انت خدت شهاده مني معتمد على مستوى الجمهوريه والعالم العربي حبيب قلبي عشان اجيب لك على بلاطه. ربنا يبارك لك فيه. اه والله العظيم، والناس عارفه على فكره بنور ان انا ما اعور انت اعور. سليم انت سليم. خدت بالك لما نشتغل مع الكلب من غير صوت؟ اه اكيد طبعا طبعا طبعا، من غير كلمه كان الكلب ينفذ. لا لا 10 على 10. شفت هجمة الكلب؟ مسكته للدراع 100 100. عصاية كان بيترعب منها، وانا اتصلت بيك قلت لك المعاناة بتاعته. قلت لك يا نجم انت كنت بتخوف الكلب بالعصاية، قلت لي اه صح. قلت لك باذن الله هنغيره وهنخلي الكلب يخش على عصاية حلو. لا صح مزبوط. تمام مظبوط. في هنا الحتة دي مكان الكمامات. أوه. تمام طبعا. أوه. الفترة الجاية دي ما تحاولش ان انت تلبسه. لا انا ما عنديش كمامة اساسا، ما بتعملش. حلو الكلام. طبعا الكلب محتاج قوة في التعامل شوية. أوه. تمام زي ما انت شايف الكلب بياخد الامر. هاتش اقعد يلا برافو. طبعا الكلب بياخد الاوامر بطريقة جميلة جدا. أوه. ومنتظمة. تمام تحاول شراسة 10 على 10. شفت الشراسة؟ طبعا طبعا. مش حد يقدر يحط ايده عليه. لا 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 انسى. جدع عطش جدع جدع على بس خلاص اقعد يلا برافو خلاص
بس خلاص اقعد. دي برضه مطرح الكمامه دي. اه الكمامات اللي مكان ماسك الكمامات. اه كل ده طبعا كل ده ما تركبش كمامه. لا انا ما عنديش ازاي. ما هو طالما ما ركبتش كمامه كل ده حيوان. جنتي انا زرق. هنديك انا دلوقتي من عندي. ماشي تمام. مبسوط؟ لا 10 10 بنور والله. عايزين كلمتين حلوين ثلاثه اقسم بعز الجلال. طبعا يا جماعه النهارده فرصه معانا النجم زعيم مصر ياسر رماح. ما بص مش احنا مش ممكن مش هنطلعوك من المزرعه. لا انت قاعد معانا النهارده. النهارده اول حاجه انا بشكرك يعني بصفه شخصيه بصراحه حبيب قلبي على اللي انت عملته معايا بصراحه. بالنسبه للكلب ده حبيب قلبي ربنا يبارك فيك. كان اولا انت يعني ايه طبعا انت راجل باحترامك لحته الحجز دي 10 على 10 حبيبي حبيبي. وعشان بس ما حدش ياخد ان بنور بيميز حد على حد. لا هو كله عنده واحد حبيبي. اه انا عشان مثلا ايه في علاقه شخصيه محترمه بينا حبيبي. هو يعني ايه قعد الكلب الفتره اللي فاتت دي انا ما كنتش بسال هو اللي كان بيعتني كانه كلب انا بصراحه حبيب قلبي ربنا. وبالنسبه لحته هاتشي هاتشي كان عنده معاناه بالتلازينه كان مضايقني يعني انا كنت قربت ان انا ايه امشيه من عندي بس عشان العيال متعلقين بيه فاهتميت ان انا اجيبه لابو نور حبيبي. ابو نور عمل عمل الصح والواجب في كل حاجه. ربنا يبارك لك فيه ربنا يبارك لك فيه وتشوفه دايما في زياده حبيبي حبيبي. واي حبيبي حاجه احنا هنا تحت امرك والمكان حبيبي مكانك حبيبي والمزرعه مزرعتك وتنورنا في اي وقت. ربنا يديلك بركه ويبارك لك في كل حاجتك. تلاميذنا افتكرونا عجزنا وتلاميذنا افتكرونا عجزنا فعلا والله. ابو نور عمرنا ما احنا رجوله ليها ناسها وابو نور هو اساسها حبيبي حبيبي ابو نور. وانا بشكرك ربنا يبارك لك يا زعيم. بشكر كل طول ما بثقتك وبمحبتك طول ما بثقتك وبمحبتك باذن الله مش الناس لحاجه الفت نظر الناس لحاجه. هنا النظافه فرقه كتير مع كل الحيوانات يعني سواء الكام فرس الموجودين اللي هي الخيول الموجوده اهي طبعا قدامنا اهي والاهتمام بيهم. وبالنسبه لكل الكلاب سواء الكلب بتاعه بتاع المزرعه او الكلب الغريب اللي جاي من بره كلهم عنده واحد. فدي شهاده من ياسر رماح لاخويا وحبيبي مش هقول اكتر اخويا من اخويا وحبيبي ابو نور. ربنا يكرمك ويديك على قد ما انت بتتعامل مع حاجه الناس كويس حبيب قلبي حبيب قلبي. ربنا يبارك لي فيك يا رب وشكرا لثقتك ديت وثقتك دي عندنا حاجه كبيره جدا طبعا. تحياتي ليك وتحياتي لكل محافظات مصر حبيب. والناس الجميله لكل الناس اللي تعرف ياسر رماح طبعا الحمد لله ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وطبعا من الشخصيات اللي احنا نعتز بيها ومن الشخصيات المحترمه جدا طبعا نجم مصر يا جماعه اللي يتعامل معاه فعلا ويقعد قدامه طبعا راجل جميل جدا 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 ومن اساس الادب ومن اساس الرجوله ومن اساس الاحترام نجم ياسر رماح. تحياتي ليه وشكرا لثقته ديت وشكرا لثقتكم كمان ومتابعتكم لينا على حلقاتنا. يا رب يكون هاتشي عاجبكم واكيد انتوا شفتوه في مقاطع كتيره في الحلقات اللي فاتت وشفتوا التغيير اللي كان معاه. هاتشي كان مهايبر بنسبه 100% كان من الصعب ان يمشي جنبك كان دخلته على العصاية او دخلته على الدراع كانت ضعيفه جدا. ما حاولتش جالي كذا مره الياس معاه لكن ما حاولتش لان كلام صاحبه ومحبته هو ده اللي كان بيدعم. وطبعا كلمه واحده اللي كان بيقولها الكلب بتاعك اللي انت شايفه صح معاه اعمله ده اللي كان بيدعمني ويخليني كل يوم نشتغل مع الكلب وانا مطمن. وبناء طلع الناتج معانا في هاتش كده. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي للنجم ياسر رماح وكل فنانين مصر طبعا 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 اخواتي وحبايبي. وانا بقول برضو بالنسبه كده كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم احنا في ايام مفترجه حبيبي حبيبي. وربنا يزيح عنا البلاء يا رب والوباء يا رب. وربنا يحمي بلدنا يا رب. وبناء عن الفيديو ده بنوجه شكرنا لكل الساده المسؤولين هم مهتمين بصحه الناس الايام دي حبيب. وربنا ان شاء الله يعني يغفر لنا ويفتح مساجده تاني بيوته عشان يقابل يعني الناس ترجع تاني كده تخضع للمولى عز وجل. اللهم امين. والحمد لله على كل شيء. الحمد لله الحمد لله. تحياتي لكم يا جماعه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتابعوا حلقاتنا وهتنبسطوا جدا بالحلقات اللي احنا بنقدمها. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.